والحكم عليهم بالإعدام حداً وتعزيراً وقصاصاً. 9 يمنيين من أبناء تهامة يعدمون دفعة واحدة، جريمة أصابت اليمنيين بالصدمة ونكأت جراح سنين الحرب التي أشعلها الحوثيون في اليمن السعيد الذي بات حزيناً منذ انقلاب سبتمبر قبل 7 سنوات. فبعد 3 أعوام من التعذيب الوحشي في الزنازين والمعتقلات السرية، هكذا بدت صورة أحد المعتقلين، طفل نحيل وقد أصيب بالشلل نتيجة التعذيب. سفك الحوثيون دماء الأمين العام للمجلس المحلي في الحديدة ومعه 7 آخرين بتهمة ملفقة لم تثبت حول اغتيال القيادي صالح الصماد الذي قتل في ضربة جوية للتحالف. ومن ميدان التحرير بصنعاء وفي سبتمبر الثورة والجمهورية، اختار الإماميون الجدد الزمان والمكان لارتكاب مجزرة ترهب اليمنيين، واختاروا أحفاد الزرانيق ضحية. منظمات يمنية حقوقية أدانت الجريمة فيما يلتزم المجتمع الدولي الصمت عن كل جرائم الحوثيين، ويكتفي بإرسال مبعوثين دوليين يبحثون عن صفقات سياسية تشرعن بقاء الحوثيين في السلطة.